من الاعلامي مراد صغير نبداو من البدايات. مراد وانت صغير خممت باش تكون اعلامي ولا؟ يس ملي انا صغير بالكل ما كنتش خامم انه نكون اعلامي سياسي، ما كنتش خامم انه نكون اعلامي رياضي، اما باش نكون اعلامي وي كان حلمي انه نكون اعلامي سياسي، انه نكون صحفي سياسي معناها اتم معنى الكلمه. وكنت سيرتو من عائله سياسيه الوالد منافر الله يرحمه. متسيسه تنجم تقول اي معناها انا رضعت السياسه في البيبون تنجم تقول. وفي كان في نفس الوقت معناها ملي صغير بالكل معناها نحكي لك 6 7 8 سنين كنت مغروم غرام كبير برشا بالكوره، وكنت نحفظ التشكيلات وكنت نقص الجرايد وقتها فماش الانترنت. ورغم هذا ما كنتش تحب تمشي اعلام رياضي معناها؟ لا ما كانش الاختيار الاولاني معناها، ما كانش حاجه نخم فيها من الاول. اما بعد تقريبا كي وصلت هكا وصلت الباك فهمتوا انه الاعلام السياسي في تونس صعيب، نحكيه على عام 91 انت واسلام وقتها مازلت كي تولد. كيفاش نقراها هذه صراع الاجيال مسيرش لا بالعكس معناها انت صغير خويا ساعه عليك ماذا بيا انك جيت انا خويا انا من الناس اللي نتعلم منهم ونتفرج فيهم من اللي صغير زاد ربي يستر. دونك وقتها فهمت انه صعيب شوي واحد مش نجم يخدم بطريقه حره في تونس في الاعلام السياسي. كي واتت الفرصه دونك دخلت في الـ في الـ في السبورت. كيفاش واتت كيفاش دخلت الاعلام؟ والله ما حكيناها حكيت انا الحكايه دي. اول تجربه لي في الواقع كانت في الاذاعه في ار تي سي عام 1991 صيف 1991. كانت فما ترانش ايطاليان من ما ساعتين ما ثلاثه، الناس اللي كيفين عمرهم عندهم 25 سنه زايدين على 20 يتذكروا معناها يتذكروا لي ترونش هذوكم. ومن بعد 92 جا كاستينغ وقتها انطلاقه كانال اوريزون، وعملت كاستينغ وخذوني في الكاستينغ. وقتها ما كنتش نعمل ايميسيون تاع سبور، كنت باش نعمل ايميسيون تاع سينما. يا اخي في اخر المطاف وقتها جا زميلي هادي السيد اللي هو طويل واسعر وعيني خضر، قال له لا خلي نهز هادي للسينما. وديكو من بعد وليت انا في السبور هادي في السينما وقت كريم بن عمر في الموسيقى. دونك هذوما هذا الثلاثي اللي بدات بيه كانال اوريزون في نوفمبر 92. تعتبرها هي التجربه اللي قدمتك للناس؟ وي ليه من دون حتى شك. معناها هما 8 سنين هذوك، انا قعدت 8 سنين تنجم تقول بريسك عملت معناها حليناها وسكرناها بيسكو كانال اوريزون سكرت في نوفمبر 2001. وي بيان ايفيدامون مش بركه اللي عرفتني الناس اللي كونتني. بعد نزيد تجربه في كانال بلوس خاطر كوميم معناها كي تلمهم كانال اوريزون كانال بلوس براتيكمون 22 23 سنه بيان سور هي اللي كونتني 200%. دار هي كانال اوريزون برغم اللي ما دامتش برشا معناها 8 سنين ما تسميش حاجه كبيره، فانه لليوم فما جيل كانال اوريزون مع الناس اللي عمرها اليوم خلينا نقولوا فوق 30 35 سنه تربيت على NBA وعلى مايك تايزون وعلى ليكيب دو ديمونش وعلى الافلام وكل، خليت بصمه عند جيل معين من التوانسه. كان فما صعوبات في البدايه؟ صعوبات بالنسبه لي انا ولا صعوبات اللي كنت اللي كنت اللي كنت؟ لا والله هو توا بالحق معناها توا افيك لو ريكول خدمنا في ظروف من الاخر ظروف كوميم مريحه، معناها ما كانتش فما ضغط كبير، كنا نخدموا بامكانيات متواضعه متوسطه مش حاجه كبيره ياسر. كانت عندنا نص ساعه انتاج ولا بدينا عندنا 45 مينوت انتاج فقط، ولكن على العموم اليوم افيك لو ريكول خاطر مش كيما تبدا عمرك 20 ولا 21 مش كيما تبدا عمرك 46 ولا 47 دونك الحاجات تراهم بنظره اخرى. ليه بصراحه خدمنا في اجواء من راحه. بعد بدا يكثر ضغط قد ما احنا توسعنا ولينا معروفين وليت الناس تتفرج فينا وقتها وين شويه بدا شويه ضغط شويه سنسره وكل، لكن الحق عملوه الثاني والثالث والرابع بدات الصعوبه الوحيده عرفت السنسره. اي صارت فازيت تاع سنسره من بعد معناها صارت فازيت تاع سنسره في 97 98 فما سنسره شهيره جدا معناها انه كنا احنا اول انترفيو صورناها لنبيل معلول وقت اللي نبيل معلول غادر الترجي بصحة مع نادي الفريقي عام 95. وجيت وقتها بعد ما صورنا مازلنا ما دخلناش في المونتاج وعملنا وقت الفيرسيون الاولانيه نتاع المونتاج. بعد ما صورنا جاو خذاو لنا لي روش معناها اللي صورناه الكل. تحكي ليش في مهموته اعطيني شكون اللي خذا لكم لا الاداره نتاع كانال اوريزون الاداره نتاع كانال اوريزون
خذوا لنا لي روش وحطوهم في في كرذونة في بيت مسكرة اللي هذه حاجة عمرها ما صارت معنا. صورنا عوام وعوام هذيك الوحيدة اللي المرة الوحيدة اللي صارت بالطريقة هذيك، لأنه وقتها كان صورنا ان بلان سيكونس نبيل معلول في كرهبته يتعدى على نجم محمد الخامس يهز صبعه ويقول شفتوا البارك هذيك ماهوش متاعه هو، متاعنا احنا الكل، وانا ولد الاسبيرانس ونقعد ديما ولد الاسبيرانس متاعه. هو كان طبعا موجه لرئيس الترجي في وقت سليم شيبو. دونك جات تعليمات وجات مخاوف، تعليمات ما نعرفش ما عنديش ما يثبت انه جات تعليمات، ولكن وقتها الاداره نتاع كانال ويزون قد فك علينا من مشاكل. هذيك اول ايبيزود نتاع فانسا. حتى نبيل معلول تعتبر شجاعه منه معناها كي هو ديجا اكبر شجاعه منه انه صحف الكلوب ديجا وقتها في 95 ديجا كانت شجاعه، خاطر حتى حد وقتها ما كان يتصور انه نبيل ينجم يصحف الكلوب، كان رمز نتاع الترجي معناها نبيل دمو احمر واصفر ما فيهش كلام. وبعد الكلام اللي قالوا وي وي كان 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 من الناس اللي وقتها الاوزي وانه يتكلم به. بعد الانتقال كانال بلوس كيف جاء؟ والله الانتقال كانال بلوس جاء في انا ديجا بارتير من 98، انا كي غادرت تونس ما مشيتش كانال بلوس، مشيت كانال اوريزون سيج معناها كانال اوريزون فرانس اللي هي وقتها المجموعه اللي تبث على افريقيا الكل، خاطر احنا قناه الفوق كانت تبث على تونس برك، لكن كانال اوريزون كانت موجوده على السنغال على الكوت ديفوار على مالي على الكامرون على عده بلدان. دونك وقتها مشيت ريسبونسابل دي سبور غاديك عام 2000 مشيت ريسبونسابل اي مشيت من الباب الكبير معناها اي بون. هي كانت بكل صراحه كانت ستركتور صغيره راه كانال اوريزون فرانس معناها كانوا تقريبا كنا اربعه سيرفيس دي سبور مش ما كانش سيرفيس كبير، اما كانت كمان مسؤوليه خاطر كيف كانت عندنا مثلا حقوق بث اللي خصوصيه بكانال اوريزون. تعلمت زاد برشا حاجات غاديكا ما بين ظفرين على المستوى الاداري على المستوى المانجمنت معناها كانت مشينا من باب الكبير تنجم تقول مشيت من باب الكبير. الناس بالطبيعه ديما ترافيك المقدم والمعلق، لكن ما تعرفش اللي زاده معناها فما خدمه وراء المقدم والمعلق، وفما مهام وظائف اخرى اللي هي مهمه ياسر لما واحد علاش انا ديما نقول اعلامي مش صحفي ولا مش معلق ولا مش منسق، اعلامي لانه تجربه اللي عملتها ما نحبش اي تنجم تقول بوليفالون زاد انسان معناها تكون في برشا حاجات تو نفهم شنو هو كونترا داكيزيسيون دي دروا فهمت، نفهم شنو هو مانجمنت وانت تعرف هذا شنو هو جيستيون ديكيب شنو هو تابلو دورغانيزاسيون تاع ايكيب وكل. دونك هذيك كانت تجربه مفيده وكانت زاده تجربه مهمه خاطر كانت تجربه مهمه على خاطر عطاتني الحس الافريقي اللي انا مازال موجود فيه حتى التو معناها ديما نعتبر انه راهي تونس جزء من افريقيا او راهو القاره الافريقيه حاجه اللي تلمنا الكل. هذيك علاش مثلا من الحاجات اللي نكرههم واللي عندي بغض ليها مشينا نهضوا في الافريق حساسيه اي لا والراسيزم عموما صحيح. نقبل كل شيء العنصريه والراسيزم هذه حاجه عمرها ما طلت مخي وعمري ما نجم نقبلها وعمري ما نجم نكون متسامحه معها ونتصارع معها ونحاربها بكل ما اوتي لي من قوه. مالوريزمون موجوده برشا في مجتمعنا موجوده بس برشا ونكذبوا على رواحنا ولا نقولوا احنا مانيش راسيست صحيح. احنا قويين باش نقولوا راسيست ضدنا زعما التوانسه كي يمشيوا لاوروبا وكي يمشيوا لامريكا وكي يمشيوا لبلدان اخرى، بالرغم انه ممكن احنا الراسيزم اللي احنا نعملوا فيه على الاخوه اللي جايين من كوديفوار واللي جايين من الكامرون واللي جايين من الجابون واللي موجودين في تونس اكثر من اللي يعيشوا فيه التوانسه والمغاربه في اوروبا. التجربه كيفاش انتهيت؟ انت اخترت العوده ولا وقعت تخلي عن خدماتك؟ تحكي على شنو؟ تحكي على كانال بلوس؟ سنة عاد نحكي لك كيفاش مشيت لكانال بلوس زاد خاطر هذا الكل. انا سالتك. لا من بعد كانال اوريزون جوستومون جاي وقتها جاي جون ماري ميسي اللي هو هذا ان جران باترون اللي شاد كانال بلوس من التعاون طويله والبي دي جي نتاع جروب فيفندي، قال الافريقيا مش قاعده دخلنا في فلوس بالرغم كان جروب كبير ياسر معناها كان نجم يتحمل الخساره هذيك، دونك ديكو قال نقصوا المصاريف ونقصوا لي زاشا وكل، دونك وقتها وين جات فرصه عمل داير ان بتي باساج 6 اشهر في السيت انترنت نتاع ديجيتال نتاع كانال بلوس، خدمت على معناها كان عندنا مثلا سيت نتاع زين الدين زيدان في تومبكو اون 2002 وقت يلعب في ريال مدريد، وابارتير من صيف 2002 دخلت كانال بلوس وقعدت حتى 2015 وكنت بون. هذيك تنجم تقول اكبر واهم تجربه مهنيه اللي كونتني كشخص وكونتني كصحفي وكونتني كاعلامي هذيك اللي القمة ما نحبش القمة خاطر ما يا اخي اكتشفت البنسلين ولا صنع في الدويات اللي مانا في الاخر الاعلام اللي هذه القمة اي في الاعلام تنجم تقول المحطة الاكثر اشعاع اذا صح التعبير اي ما جاوبتنيش
كيفاش انت العلاقات توترت في الاخر؟ مش توترت، هي توترت لسبب بسيط، هو كان البلوس كي جات بين فقدت الحقوق البث نتاع الدوري الايطالي، وانا من 2007 كنت نوصلمون مسؤول على الدوري الايطالي، مزيد نعلق على الدوري الايطالي، معناها كان يمثل تقريبا 80-85% من الخدمه نتاعي. وبديت نحس وانه بشويه بشويه كان باش تبدا تفقد لي دروا، نتصور الجمهور في تونس حسوا هذا، وانه اليوم بين خذيت دونك في وقت من الاوقات، وانا في نفس الوقت كنت عيني باش نروح لتونس. معناها تنجم تقول من 2011 اندر جاتني فرصه، 2011 كنت باش جالي كيتي كانال بالاتفاق، كنا وفي بالي باش نرجع في 2011 تقريبا، في ربيع 2011، ما صارتش العمليه من بعد اوروزمون. ممكن مع شكون وقتها؟ كيفاش كانت هي؟ كانت تجربة حاجتي، كانوا فما حاجتي ليموني، كانت اني كنت باش نعمل بواد دو برودكسيون غاديك، كانت هذاك البوت نتاعي في تونس، وزيدا كانت وقتها فما امكانيه حتى نتاع عمل سياسي، دونك في الاخر ما صارتش، وقعدنا نمهموا هكا. ومن بعد 2012 وقت بين شريت بي اس جي، وقت قطر شريت بي اس جي، وباعتبار وقتها فما نصر خليفي كي شد رئيس وبرشا جاو من الكره الايطاليه وقتها، كان البلوس قالوا لي به فك علينا هذه من حكايه المشي، اقعد خاطر حاجتنا شكون يتبع البي اس جي يوميا، براتيكمون يوميا مش يوميا، يتبع الماتشوات كأم تيرا، معناها موجود على الميدان، خاطر فما وقتها ليوناردو وش اسمه باستوري وخذوا برشا ملاعبات لين، حاجتنا بشكون يعرف شويه رويندي. نقعد تقريبا عامين تبعت البي اس جي اضافه الكره الايطاليه، ومن بعد نجم تقول بون بلوز او موان كيما قلت جيت بيعتها، انا قلقت شويه فديت شويه معناها من كانال، وفديت حتى من فرنسا، حبيت تجربه جديده، وفرد مره كان البلوس معناها جاو قالوا لي راه احنا ما عادش عندنا توا باش نسيبوا ايطاليا، باش نسيبوا عموما تشامبيونز ليج زاده، خاطر خدمت برشا على تشامبيونز ليج، الدوري الفرنسي بصراحه ما كانتش حاجه مهمه ياسر، كان باش ناحي البي اس جي، دونك تنجم تقول خروج صار بالطريقه على العموم. صرحت قبل في اخر خبر انك باش تبعد على العالم الرياضي. اي علاش عاود شفناك من جديد في العالم الرياضي؟ صحيح ندمت على لا لا اي با مش ندمت، كنت على مشروع داير مع التلفزه الوطنيه باش يكون برنامج خلي نقولوا على الاتصال السياسي وعلى السياسه في تونس من منظار اخر، معناها من منظار ميديا بوليس، فوالا البروجي نتاع ميديا بوليس ما صارش لاسباب يطول شرحها، وفي نفس الوقت رازي لح عليا برشا باش نقعد معاهم في الحد الرياضي، قلت ما علاش ليه واحد عامين معناها يكمل ابريتو بعيوبي الكل، بعيوبه الكل لحد الرياضي يقعد كمان بالنسبه لتوينسا برنامج فار، مع فار بمعنى الفرنسي للكلمه، مع برنامج عنده قيمته وعنده عنده تاريخه، دونك عم وصلنا في التجربه. ما عادش العام الجاي ما عادش باش نتكلم، اللي تنشوفوا العام الجاي وين. علاش ما تمتش التجربه نتاع ميديا بوليس؟ والله ما عنديش الاجابه 100%. احنا بدينا نخدموا على الفكره هذه، كان ليس الغربي هو البي دي جي في التجربه الوطنيه، هو داير كان من الناس اللي دزوا بل بريسكوما اللي كان وراء الفكره. الحق الماكينه الاداريه صلب للاذاعه والتلفزه التونسيه، ماكينه تعب وماكينه تهتك وماكينه ساعات تنجم تغلب الرغبه والاراده نتاع المسؤولين ونتاع الصحفيين والناس اللي تحب تخلق وتحب تبدع. هذا هو التفسير الوحيد، ما حبش نقول صار سابوتاج ما صارش سابوتاج، ولكن انا ما نسيبش فيه البروجي هذاك نهار نرجع له. باهي ما تشتتني رايي، ولكن نقولوا ما عندكش نفس الاشعاع في البرامج الرياضيه نتاع نفس البرامج غير الرياضيه. كان عندك تجربه نذكر في راديو كلمه في رونديفو نو في التاسع. صحيح صحيح. كيفاش تقيم من التجربه هذه؟ نجم نقولوا فشلت ولا كبيره برشا كانت فشلت؟ لا انا ما عندي حتى مشكل، انا شو بروفيسيونيل، راهو اللي ما يعملش ما ينجحش وما يفشلش. بيان سور نجم نقول ما عملت حتى شيء، نجم ما خديتش دي ريسك في الدنيا ونقول قاعد ديما ناجح. انا سيبت سبور في وقت من الاوقات لانه اعتبرت انه تقريبا جي في لو تور لا كيسيون، يعني علقت على الاف المباريات، زرت مئات الملاعب، عملت لي فورما الكل، عملت كل شيء. بون حبش نقول عملت كل شيء خاطر باش تظهر واحد ماهوش متواضع ولا، ولكن حبيت حاجه جديده، تحدي جديد. صحيح انه وقت عملنا سيزون في كلمه اسمها ليميسيون كانت 5-7 مع محمود بن مراد، اكيد كنا نجمو نعملو خير، وانا اول واحد كنت نجم نعمل خير باعتباري كنت مسؤول على البرنامج، لكن زاد وقتها بون كلمه مازالت كي انطلقت هذاك العام الاولاني، ممكن لو كانت واصلت التجربه نتصور انه بعد عام ولا عامين البرنامج كان نجم يتحسن وكان ينجم ينجح. هي راديو الكل على العموم ما نجحتش،
رونديفو 9 في الـ في الـ في التاسعه ديجا نعتبر وانه ما نشحتش في الاودينس، لكن انا فخور لانه خدمنا خدمه نظيفه معناها بالنسبه فاريتي نتاع نهار جمعه في الليل ولا سبت في الليل. نعتبر بصراحه انه عملنا خدمه نظيفه، جبنا فنانين اللي ما كانوش يتعداونا. عندي حتى اليوم ناس تقول لك اكتشفنا ناس اللي عمرهم ما تعداو. منعرفش انا محمد علي كمون اول مره تعدى في تلفزه، تعدى معانا لبنى نعمان كيف كيف، حتى لبنى نعمان تعديت في بلايس اخرى. حاولنا نبعدوا على التهريج، ساعات نجحنا ساعات ما نجحناش، حاولنا نبعدوا على البوز الزيد. عملنا كنا من الناس اللي اكتشفت دزينا احنا حسين محمد دابريتو. حسين محمد بدا معنا في رونديفو في التلفزه، كنا نجمو نعملوا ما خير. ما انا ما يهمنيش، ما سناب نجمو نقول ونيب في افام تجربه عموما طيبه معناها باين. التجربه نتاع الاحد الرياضي كيفاش تقيمها السناب؟ والله ما على العموم خلينا نقولوا في ممكن في التواصل مع اللي عملناه عم ناول لحد رياضي. برنامج ماهوش سهل راهو، لانه برنامج نتاع مرفق عمومي، واول قاعده في المرفق العمومي هو انه الجماهير نتاع الانديه الكل تحب تتفرج في البونتويت ولا العمليات ولا الاكستريم تاع جمعيات. دونك ما عندكش حريه كبيره راهو في الكتابه، ما عندكش، فمش حريه كبيره في توظيف الفقرات، فمش حريه كبيره باش تعمل دي روبريك جدد، لانه اول واخر حاجه هو انك تعمل ليزيماج نتاع البطوله. ما تكسرش راسك. مولاد يقال انه احد الرياضي بعد الخلاف الشهير مع الجامعه حول حقوق البث ما عادش بدلت علاقه نوعا ما، اصبح كانه فضاء التبييض شويه الجامعه. اكيد سمعتوا انت الكلام هذا. تبييض كلمه ما نجمش نقبلها، نرفضها وما نقبلهاش. معناها تقول لي لحد رياضي ماهوش في علاقه خلافيه مع الجامعه وماهوش الفضاء اكبر من هكا العلاقه؟ لا لا بشويه خليني نكمل. لا لا تبييض ساعه راهو ساعه نوضحوا حاجه، كلام عنده معنى. تبييض شكون تبيض انت؟ الجامعه؟ لا لا لا، تبييض الكلمه المصطلح راهو مصطلح قانوني، قولوا تبييض الاموال ولا غسيل الاموال، وهذا في علاقه بالاجراء. إذا كان فما شكون عنده دليل أنه الجامعة التونسية لكرة القدم لا 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 هي منظمة إجرامية، خويا عطيوه. نحكي في كونتكست نتاع السبورة. لا ماهوش تبييض. تقول لي أنت يا سي مراد ولا سي رازي، أنا كرونيكور في كونسلتون في البرنامج، مانيش أنا. تقول لي أنتم علاقتكم ماهيش علاقة صدامية مع الجامعة، أو أنتم بارتنير مع الجامعة، نجم نمشي معاك نجم نمشي معاك، ولو انا نجم نجيب التسجيلات كل هنا فيهم حاضر. ممكن انت اكثر واحد هكا حاد شويه حتى تستضيف رئيس الجامعه. موضوعي منيش ممكن حاد. انت هكا اكثر واحد نقولوا هكا على عكس معناتها البقيه الاخرين ولا هذا رايي كان من انا شو نوضح حاجه. اولا التلفزه التونسيه بارتنير مع الجامعه. التلفزه التونسيه ماخذه حقوق البث بمبلغ كبير من عند الجامعة التونسية لكرة القدم. دونك هي علاقة شرك. انتم اليوم تتفرجوا في النجم والترجي توا على الوطنية 1:25:00 على الوطنية الواحد، ما كنتمش قاعدين تتفرجوا فيها في قناة أخرى. دونك هذيك علاقة شرك. انت في بلدان العالم الكل، أنا خدمت مثلا في كانال بلوس، كانال بلوس كان ديما عندها حقوق البث نتاع البطولة الوطنية الفرنسية. ما نحبش نقول لك في كانال بلس كان عندنا تعليمات انه ما تهجموش على الرابطه، خاطر الرابطه هي المالكه الحقوق في فرنسا، ولكن على العموم على العموم كانت علاقه شراكه ماهيش علاقه صداميه. احنا في تونس نحبوا وانه الموضوعيه تتحول الى صدام، وهذا الكل مبني على سوء تفاهم. اولا نحكي على حد رياضي مبني على سوء تفاهم. الناس في تونس بعد كاس العالم حبت ريوس تتقص، حبت تصنب المشانق، اوكي، حبت الدم يسيل، حبت الدم يسيل، ده مش كون يسيل، حبت دم رئيس الجامعه يسيل. انا من المنبر وانت اخصائي وتعرف اسلام، من المنبر لحد رياضي عمري ما كنت في المحابات مع رئيس الجامعه ولا مع الجامعه جامي. وقت استحق النقد انا يمكن كنت الوحيد وكليت عليها السبان وقالوا هذا حسابات سياسيه. وقت قلت رئيس الحكومه، رئيس الحكومه ما يلزموش يتدخل وقت مباراه الترجي والاهلي خاطر هذه سي دو لا ريكوبيراسيون بوليتيك. وديع الجريش ولا سبني على لونتين. وانت تصفي في حسابك. قلت له لا، هذاك موقف مبدئي.
كي قلت له وديع الجزائري قلت له راو وقت الدوسي نتاع قطر وجا وقال له كاني مزيه معنا اللي وري فينا في الارقام قلت له هذا نفذ المعلومه شفت حتى كي تحكي قانون انا قلت له ما فماش لا مانيش خاطر احنا وني دي كونسلتون كل واحد يخدم ما عادش نقول كل واحد يخدم وحده لكن الرول نتاع الكونسلتون ولا الكرونيكور ماهوش الخط التحريري نتاع البرنامج فهمت انا نشارك في الكوندكتور كيف تعمل نعرفه بيان سور باعتباري زاد صحفي انا كرونيكور من نوع خاص لانه مانيش لاعب قديم مانيش فني ولكن صحفي دونك نقول لك سامحني كان جينا لحد رياضي الكل في المحابات مع وديع الجزائري شبينا جبدنا الموقف نتاع شبينا جبدناها القضيه وفركناها القضيه نتاع السوبر كوب في قطر شبيك جبناها لمريه الجزائريه اللي كانت سبب المشكل شبيك كنا في المحابات معاه ما فرشنا الاوراق ما قلنا لوديع الجزائري قلنا له هذا الموضوع فيه واو فيه شك انتم فشلتوا في الدوسي هذا اعطيتوا الملف الناس ما كانتش قادره تنظيم نرجع لكاس العالم لوقتها عاد نرجعوا بعد من بعد الاخبار مراد نكملوا نحكيو على الملف هذا وفي الحقيقه تاع ما في سكوب يعني عندك اليوم نحب نعرف جمعيتك المفضله بعد الاخبار 7 sur 7